مشاهدينا حياكم الله أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في تايم أوت الساعة 7 نقدمه لكم عبر قناة رؤيا الأردنية. حقق الفرنسي سيباستيان أويغر لقب بطولة رالي الأردن العالمي الجولة الرابعة لبطولة العالم للراليات، فيما حقق راشد الكتبي لقب بطولة الجولة الثالثة للشرق الأوسط للراليات. الفرنسي سيباستيان أويغر انتزع الفوز بلقب الرالي على متن سيارة تروين دي اس 3، وحل الفنلندي ياري ماتي لاتفالا في المركز الثاني بفارق 20 ثانية عن أوجي، فيما جاء بطل العالم سيباستيان لوب في المركز الثالث ليفشل بذلك لوب بالفوز برالي الأردن هذا العام بعد المنافسة القوية التي شاهدها من المتسابقين الآخرين وعلى رأسهم أوجي الذي قدم أداء رائعا في منافسات رالي هذا العام. وعبر بطل العالم سيباستيان أويغر عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز بعد منافسة شرسة من لاتفالا. وفي رالي الشرق الأوسط حقق راشد الكتبي المركز الأول، تلاه عبد الله القاسمي وحل مفيد مبارك في المركز الثالث، فيما جاء طبعا مازن طنطش الأردني في المركز الخامس ونانسي المجالي في المركز الثامن والتاسع لرامي حجازي والعاشر للسائق الأردني ميرزا حتك. إذن سيباستيان أويغر يتوج بلقب بطولة العالم للراليات في جولة الأردن الجولة الرابعة، وكان يوم أمس قد شهد منافسة قوية بين السائقين، حيث استطاع سائق فريق توتال الفرنسي سيباستيان أويغر أن يحرز المركز الأول في رالي الأردن الدولي قبل أن يتراجع اليوم ويترك اللقب لمواطنه سيباستيان أوجي، وأويغر هو الذي فاز باللقب. حضور قوي يسجله الفرنسي سيباستيان أويغر عندما أحرز المركز الأول في رالي الأردن في يومه الأول، وهو يسعى بكل ما أتي من قوة لإحراز لقبه الثاني على التوالي هذا العام بعد أن فاز برالي المكسيك. أويغر أبعد مواطنه وزميله في الفريق وبطل العالم للراليات 7 مرات سيباستيان لوب عن صدارة اليوم الأول وبفارق زمني وصل إلى 31.6 ثانية، وحل ثالثا الفنلندي لاتفالا. وكان القطري ناصر العطية قد تصدر منافسات رالي الأردن الجولة الثالثة لبطولة الشرق الأوسط، وتصدر أيضا منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم أس 2000. وأقيمت الجمعة 6 مراحل خاصة وبلغت مسافتها 114 كيلومترا. في مرحلة سويمة حقق الفرنسي سيباستيان لوب الفوز بالمرحلة وهي الأولى بعد إلغاء مراحل اليوم الأول للتأخر الذي حصل في وصول البواخر التي تقل السيارات، وحل ثانيا مواطنه سيباستيان أويغر. وفي المرحلة الثانية وهي الكفرين جاء المتسابق النرويجي بيتر سولبرغ في المركز الأول وحل الفرنسي أويغر ثانيا، وجاء لاتفالا ثانيا في حين جاء لوب في المركز الرابع. وفي مرحلة نهر الأردن حقق أويغر مفاجأة كبيرة بفوزه بها، وتقدم النرويجي سولبرغ ليصبح ثالثا في المرحلة بفارق 2.4 ثانية، وحل الفنلندي لاتفالا في المركز الثالث. وفي هذه المرحلة تعرضت سيارة سولبرغ إلى ارتطام في صخرة أدى إلى تحطم المحرك وبالتالي الخروج من منافسات اليوم الأول. وفي رالي الشرق الأوسط استطاع القطري ناصر العطية إحكام صدارته للترتيب العام بعد فوزه بالمركز الأول والإماراتي الكتبي ثانيا، وتقدم الكويتي مفيد مبارك إلى المركز الثالث وجاء مواطنه عصام النجادي رابعا. وفي المرحلة الرابعة سويمة تصدر الفنلندي لاتفالا المرحلة، وفي المرحلة الخامسة الكفرين بقي لاتفالا محافظا على الصدارة، وفي المرحلة السادسة نهر الأردن فاز بها الفرنسي أويغر واحتل المركز الأول في الترتيب العام.
طبعا كان هذا تقرير عن منافسات يوم الجمعة، واليوم اختتمت هذه المنافسات بفوز سيباستيان أوغر في دوري المحترفين الأردني. جرت اليوم مباراة حقق من خلالها الجزيرة الفوز على المنشية بهدفين مقابل هدف واحد، فيما انتهت قبل قليل الشوط الأول من مباراة الفيصلي وشباب الأردن بتقدم الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد. وفي مباريات الأمس حقق فريق اليرموك الفوز الكبير على الرمثة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير هاشم في الرمثة، فيما تعادل فريقا البقعة والعربي هدف لهدف في مباراة أقيمت بينهما على ملعب البتراء. طبعا يتبقى مباراة أخيرة في الجولة مع الوحدات والحسين إربد يوم بعد غد الاثنين. اختتمت يوم أمس مباريات الجولة السادسة لدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة في مبارتين أقيمتا على قاعة الأمير حمزة. في لقاء مثير جمع التطبيقية والأرثوذكسي، استطاع المتصدر فريق التطبيقية أن يطوع عناد الأرثوذكسي بعد لقاء قوي بين الفريقين لينتهي بفوز العلوم ب 82 نقطة مقابل 73 نقطة، ليرفع التطبيقية رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، فيما حقق الرياضي الفوز على الوحدات ب 98 نقطة مقابل 49، ليرفع الرياضي رصيده إلى 22 نقطة. قبل أن أودعكم مشاهدينا تذكير بصفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/royasports، وكذلك نذكركم بهاف تايم، ستكون هناك لقاءات أجرتها عدسة قناة رؤية مع أبطال العالم الثلاثة في المراكز الأولى سيباستيان أوغر ولاتفالا بالإضافة إلى سيباستيان نوم. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته.